ملحمة جلجمش تعد أقدم قصة في التاريخ تم تدوينها. كتبت هذه القصة على 12 لوحا على شكل أشعار. تأتي هذه الألواح بحجم 6 أو 7 إنش طولا وعرضا، وكتب عليها من الجانبين. ويعتقد أنها كانت تقص على طلاب المدرسة قبل أكثر من 4000 عام. اكتشفت هذه الألواح سنة 1853 عن طريق عالم آشوري من الموصل اسمه هرمز رسام، ثم ترجمت هذه الألواح لاحقا. وربما من أهم من ترجم الألواح من اللغة الأكدية إلى الإنجليزية هو جورج سميث. طبعا قام قبله آخرون بترجمة المكتوب، ولكن جورج سميث نقل الترجمة نقلة نوعية. هو كان أول من اكتشف قصة النبي نوح في هذه الألواح. بعد أن اكتشف القصة قال: أنا أول رجل يقرأ هذا الشيء بعد أكثر من 2000 عام من النسيان. عاش جلجمش الملك حوالي ما بين سنة 2850 إلى 2700 قبل الميلاد في مدينة اسمها أورك أو الوركاء في العراق حاليا، أو في السور سابقا. إن شاء الله أكون أنا في بعض المصطلحات قد لا أنطقها بشكل سليم، لكني أحاول. وتوفي بعمر 126 سنة. كان ملك قوي جدا وعالم وحكيم، وعرف عنه أن أبوه إنسان وأمه آلهة، ولكن عرف بكون ثلثيه من البشر وثلث من الآلهة. لما ترى النحت اللي نحت على هيئته ستراه وهو يحمل أسدا في يده اليسرى ممسكا به من الرقبة. ومن هذه الصورة يمكن معرفة كم هو طويل القامة، لأن الفارق كبير كأنه ممسك بقطة. عرف عنه أنه قوي جدا، ولم يكن هناك رجلا واحدا يستطيع أن يتغلب عليه. هكذا وصفته القصة في المقدمة، وهي أيضا وصفته بكونه ظالم. كان شعبه يخاف منه خوف شديد، وكان يدخلهم في حروب منهكة. وذكر أنه حينما يتزوج الرجل بامرأة كان يدخل على زوجته في الليلة الأولى. دعا عليه قومه الآلهة، أرادوا أن يتخلصوا منه، استجاب لهم آنو وهو إله الآلهة. فاتفق هو وبقية الآلهة على خلق شخص يقابل جلجمش بقوته الكبيرة، فخلقوا إنكيدو. عاش إنكيدو في الغابة مع الحيوانات، يأكل من النباتات ويشرب من الماء. عاش عيشة الوحوش ودافع عنها. في يوم من الأيام أتى صياد إلى الغابة ليصطاد الحيوانات كعادته. نصب فخاخه وإذا به يرى إنكيدو، فدخل إلى قلبه الخوف الشديد من ضخامته وقوته وصوته المرعد. فرجع إلى أبيه وأخبره بما رأى، وأخبره أيضا أنه كلما نصب فخا أتى له إنكيدو فقطعه إربا إربا بقوته المذهلة. فأمره أبوه بأن يذهب إلى جلجمش ليخبره بالمشكلة وسيجد عنده الحل. قابل الصياد جلجمش وأطلعه على خبر إنكيدو، فأمر جلجمش الصياد أن يأخذ معه المقدسة شامات من معبد إشتار. أوكي، الحين بين قوسين بحسب ما قرأته بأن كانت مقدسة وتعمل في المعبد، لا تسأل كيف يكون ذلك، القصة أذكرها كما هي. أوكي، ثم طلب منه أن يأمرها بأن تنزع ثيابها ليراها إنكيدو، ليرى مفاتنها وليتركهما معا. ذهب الصياد مع شامات إلى أن وصل إلى الغابة، وإذا بهم يرون إنكيدو بعد أيام من الانتظار. وحينما اقترب إنكيدو منهما عملت بما أوصاها به جلجمش، فأعجب إنكيدو بها فقضى معها 7 أيام و7 ليال. وبعد تلك الأيام إذا به ينكشف للحيوانات، فلم تعد تعرفه وهربت منه وفقد الكثير من قواه ولم يستطع مجاراتها بالركض. بالرغم من فقدانه لبعض مميزاته إلا أنه أصبح حكيما ومستنيرا.
طلبت منه شامات أن يأتي إلى المدينة، إلى مدينة أوروك معها، ليترك الحياة الوحشية التي يعيشها ولينتقل إلى الحياة المدنية. وطلبت منه أن يذهب إلى معبد إشتار، هناك سيتعرف على الملك جلجمش، الملك القوي الذي هو بقوة الثور، السلطان على جميع الناس. فقبل ذلك بشرط أن يذهب إلى جلجمش ويصارعه ليغلبه. فانطلقا معا إلى المدينة. في تلك الأثناء حلم جلجمش بنجوم تسقط من السماء على الأرض، واحدة منها سقطت بالقرب منه. حاول أن يرفعها فلم يقدر، حاول أن يحركها فلم يقدر. فتجمع أهالي أورك على الصخرة فقبلوا رجلها، وكذلك فإنه أخذها هو بالأحضان وعاملها كالصديق واعتبرها مساوية له. أخبر أمه بالحلم الذي أقلقه، ففسرت له أمه آلهة الثيران الحلم، وأنه سيحصل على صديق يقف معه في الشدائد، صديق سوف ينقذه، صديق شديد القوة. وصل إنكيدو وشامات إلى مدينة صغيرة قبل وصولهم إلى أوروك. فلاحظ سكان المدينة إنكيدو فأعجبوا بهيئته الكبيرة وقوته الجسمانية، وبدا لهم كالصخرة التي سقطت من السماء، وعلموا أنه سيكون البطل الذي يخلصهم من جلجمش. قدموا له الخبز والخمر، ولكنه لم يعرف ما الخبز ولا الخمر، فتوجس منهما، ولكنه أكل وشرب بعد أن طمأنته شامات. ثم قام أهل المدينة بتسريح شعره الطويل وبتدليكه بالدهون، وفي المقابل قام إنكيدو بحمايتهم من الأسود والذئاب، وبقي حارسا عليهم حين نومهم. لاحظ إنكيدو أن شابا يحمل الطعام وهو متجه إلى وجهة ما. ذهب إليه وسأله لمن ذلك الطعام، فأخبره أنه يتجه إلى حفل زواج، فمن عاداتهم أن تقام حفلة للمتزوجين ويقدم لهم الطعام، ثم بعد ذلك يأتي جلجمش ليدخل على الزوجة قبل زواجها. فغضب إنكيدو غضبا شديدا لذلك، وقرر أن يواجهه وأن لا يسمح له بالقيام بعمله المخجل. توجه الجميع إلى الحفل ودخلوا مدينة أورك. فرآه الناس في المدينة واجتمعوا حوله، ولاحظوا عليه القوة والضخامة، وعلموا أنه الوحيد الذي بإمكانه أن يواجه جلجمش. ذهب إنكيدو إلى الحفل ووقف أمام الباب منتظرا قدومه. أتى جلجمش إلى الحفل فرأى أن إنكيدو يصد الباب عنه، فغضب منه وطلب منه التحرك، فلم يستجب له، وبدأ الاثنان بالعراك، واهتزت الحوائط من شدة الضربات، وقذف كل منهما الآخر بقوة شديدة. ولكن جلجمش تغلب على إنكيدو ووضع ركبته على جسده، فهدأ جلجمش واعترف إنكيدو له بقوته الكبيرة. ثم بكى إنكيدو لفقدان قوته، واتخذه جلجمش صديقا عزيزا له بعد ذلك. قرر جلجمش أن يذهب إلى الغابة لقتال هومبابا، وهو الوحش الذي يحرس الغابة، وبعد قتاله سيقطع الأشجار ليأتي إلى قومه عزيزا شامخا. وقرر أن يأخذ معه إنكيدو للمساعدة، فإنكيدو يعرف الغابة جيدا، ولكن إنكيدو كان متخوفا من هومبابا خوفا شديدا. فهومبابا كان يتنفس النار، وصوته كالفيضان الهائل، وهو قادر على استماع أخف أصوات العشب في الغابة. ولكن جلجمش لم يخف وأصر على الذهاب رغم خوف إنكيدو. فطلب جلجمش من الحدادين صناعة السلاح، وتجهز الاثنان للسفر، واستشاروا الناس قبل ذهابهم، فنصحوا جلجمش ألا يعتمد فقط على قوته بل على علم إنكيدو بالغابة. ومع ذلك فقد حذروهم من الذهاب. ثم توجه جلجمش وإنكيدو إلى آلهة الشمس شماش، فطلب منه المساعدة في قتالهم بدفع الهواء والزوابع لصالحهم من الجنوب والشمال والشرق والغرب. وكذلك فقد طلبت أم جلجمش من إنكيدو أن يحميه من المخاطر. انطلق جلجمش وإنكيدو إلى الغابة على وجل. سافر الاثنان مع بعضهما أياما كثيرة ومسافات طويلة،
وحلم جلجمش عدة مرات بأحلام مزعجة عن قتاله مع همبابا. أخافته الأحلام كثيرا، ولكن إنكيدو طمأنه بأن أحلامه لا تدل إلا على خير. وبعد كل ليلة من الأحلام أثناء السفر وتفسير إنكيدو لها، اطمأن جلجمش. وصل جلجمش وإنكيدو إلى غابة الأرز التي كان يعيش فيها همبابا، وعند وصولهما إليها بدت المخاوف تدب في قلب إنكيدو، وتغلغل الخوف إلى ذراعيه ورجليه، فطمأنه جلجمش بأنهما معا وأنهما سيقاتلان جنبا إلى جنب. توجه الاثنان إلى حيث كان همبابا واقتربا منه، فظهر لهما وإذا به ذلك الوحش المخيف. تحدث معهما وحذرهما وسفههما، فارتعد جلجمش من تهديد همبابا، وسيطر إنكيدو على مخاوفه، ودعا جلجمش لإزالة الخوف من قلبه، فاستقر جلجمش وتوجه الاثنان بسرعة ناحية همبابا بهجمة شرسة. ضربت أرجلهم الأرض فانشقت وتصدعت الجبال، ثم بدأت الرياح بالتحرك لمساعدة جلجمش. حركها إله الشمس شماش، وتصارع البطلان بقوة إلى أن تمكنا من المسك بهمبابا، فإذا به يخر خوفا ويطلب منهم المغفرة، ولكن إنكيدو لم يقبل طلبه وحرض جلجمش على قتله، فقتلاه وقطعا رأسه. بعد ذلك قطع جلجمش وإنكيدو بعض الأشجار وحملوها معهما للرجوع إلى المدينة غانمين، فصنعا سفينة طوف من الأخشاب وركباها رجوعا. أثناء رحلتهما رجوعا إلى المدينة، لاحظت إشتار آلهة الحب جلجمش وأعجبت به، فطلبت منه تزوجها، ولكنه رفض وأهانها إهانة كبيرة، وبين سوء معاملتها لأزواجها السابقين، فغضبت غضبا شديدا وانطلقت إلى السماء حيث كان أبيها آنو إله الآلهة موجودا، وبكت كثيرا وأخبرته بإهانة جلجمش لها، ولكن أبوها عاتبها لكونها هي السبب في المشكلة، فلم ترضخ ولم تعبه لكلام أبيها، وطلبت منه ثور السماء حتى تقتل به جلجمش، وإن لم يرضخ لطلبها ستقوم بتدمير البشرية كلها بإحياء الموتى ليأكلهم كلهم. فأخبرها أبوها أنه إن أطلق الثور ستكون هناك 7 سنوات عجاف في أورك، وسيكون قبلها 7 سنوات سمان، فهل جهزت إشتار المحاصيل؟ فأخبرته إشتار أنها جهزت المحاصيل الكافية، فقبل أبوها بأن يعطيها الثور. أنزلت إشتار الثور إلى الأرض، فشرب الثور الكثير من الماء على الأرض فجفت، وشرب ماء الفرات فانخفض الماء كثيرا، فتنفس الثور فانشقت الأرض وسقط فيها 200 رجل، فتنفس مرة أخرى فانشقت الأرض وكاد أن يسقط فيها إنكيدو، ولكنه قفز قبل أن يقع في جوفها وأمسك بقرنيه، فتصارع إنكيدو وجلجمش مع الثور وقتلاه في السيف، ومزق قلبه وقدماه لإله الشمس شماش كأضحية. فغضبت إشتار لقتلهما الثور ودعت عليهما بالثبور والويل، فقطع إنكيدو قطعة من الثور وقذفها على وجهها وهلل الناس لانتصارهما. أفاق إنكيدو من النوم في يوم من الأيام وقد حلم حلما أزعجه كثيرا، حيث رأى الآلهة مجتمعة بعد قتلهما همبابا والثور، وقرروا أن ينتقموا مما قام به جلجمش وإنكيدو، وكانت نتيجة القرار أن يموت إنكيدو ويبقى جلجمش. أخبر إنكيدو جلجمش بالحلم، ففهم جلجمش تفسيره وتضايق كثيرا، ودعا الآلهة له لكي لا يموت، ولكن لم تستجاب أدعيته. دبت أعراض المرض في إنكيدو، ازداد المرض شدة تدريجيا يوما بعد يوم حتى اليوم 11، وتنفس نفسه الأخير، ثم توفي من مرأى جلجمش. فحزن عليه حزنا شديدا وبكى كثيرا ودعا له كثيرا، وطلب من أهل المدينة أن ينحتوا له تمثالا. بعد ذلك بدأ جلجمش بالتفكير بنفسه، إن أصاب الموت إنكيدو فلابد أنه سيصيبه هو أيضا، إنه سيموت يوما ما، فلم يتقبل جانبه البشري ولم يتقبل بأنه زائل، فقرر أن يبحث عن إكسير الحياة، وتجهز للذهاب إلى أتنا بيشتم الخالد الذي أعطي الحياة الأبدية
بعد الفيضان العظيم ليخبره عن سر بقائه حيا. غادر جلجمش المدينة وانطلق متجها إلى أوتنابشتم، توجه إلى الغابة ونام هناك ليصحو وحوله الأسود فقاتلها وقتلها ثم أكلها. سار في الغابة أياما طويلة إلى أن وصل إلى جبل بقمتين، حيث كان يحرس الممر عقربان كبيران مخيفان، نظرتهما كانت تدلان على الموت. فخاطب العقربان جلجمش وسألاه عن سبب حضوره إلى هذا المكان، فقال لهما أنه يبحث عن أوتنابشتم، فأخبراه أنه لم يستطع أحدا الوصول إليه في السابق، حيث لم يستطع أحدا تجاوز الممر المظلم بين الجبلين. نظر العقربان إلى حالة جلجمش المزرية بسبب سفره الطويل فتعاطف معه وسمح له بالمرور. دخل جلجمش بين الجبلين فأصبحت السماء مظلمة، ومشى في الظلام ساعات وساعات، ثم ركض لساعات في وسط الظلام الدامس لم يستطع أن يرى أمامه أو خلفه، إلى أن فرجت وفي نهاية الممر وجد النور مرة أخرى، وعند تلك النقطة وجد حديقة الآلهة. هناك رأى إله الشمس شماش بهيئته الجميلة، فعطف عليه شماش لحالته الرثة وتحدث معه قليلا، ثم غادر جلجمش الحديقة. وصل جلجمش إلى منزل بجانب البحر، وكانت هناك امرأة تصنع الخمر في ذلك البيت، فخافت منه لهيئته السيئة. حاول جلجمش دخول بيتها ولكنها أوصدت الباب، وبالرغم من أنه كان قادرا على كسره إلا أنه تحدث معها بدلا من أن يستخدم قوته، فأخبرها أنه جلجمش ملك أوروك، ولكنها لم تصدق لأنه لم يبدو بهيئة الملوك، فقد ذابت جلدته من التعب. فأخبره عن بحثه عن الحياة الخالدة وعن أوتنابشتم، وطلب منها أن تخبره عن الوجهة التي تؤدي إليه، فأطلعته على الطريق، ولكنها حذرته من تجاوز البحر الذي يؤدي إلى أوتنابشتم، حيث أن قطرة واحدة منه ستقتله. وأخبرته أيضا عن أورشنابي الذي لديه قارب، فهو بإمكانه مساعدته باستخدام الصخور التي تنقل الناس عبر ذلك البحر المميت. توجه جلجمش إلى الغابة وأكمل الطريق إلى أورشنابي، فلما رآه اعتقد أن جلجمش سيستخدم السلاح ضده، فرفع أورشنابي فأسه ليضرب جلجمش، فأمسك جلجمش بيد أورشنابي وضرب الصخور التي كانت حوله فتهشمت. توقف جلجمش بعد أن عرف أورشنابي بنفسه وعلم بأن جلجمش أراد أن يعبر البحر، ولكن المشكلة الآن أن جلجمش حطم الصخور التي كانت تنقله عبر بحر الموت، ولم يعد هناك سوى طريقة واحدة للانتقال. طلب أورشنابي من جلجمش أن يقطع 300 عصات من الشجر بطول محدد، ففعل ذلك وأحضرها جميعا، فركب السفينة وعبر الماء إلى أن وصل إلى بحر الموت. ثم أنزل جلجمش عصات تلو الأخرى في العمق ليدفع بالسفينة إلى الأمام، وفي كل مرة يدفع باستخدام عصات كان يتخلص منها، وذلك حتى لا يلمس الماء الذي تشرب فيها يده، وهكذا إلى أن وصل إلى الضفة. وجد رجلا كبيرا في السن فسأله جلجمش عن أوتنابشتم، الرجل الذي عاش حياة أبدية بعد الفيضان الكبير، وأنه يريد أن يعرف كيف حصل على الحياة الأبدية الخالدة. وبعد أن تبادل الحديث عن صداقته مع إنكيدو وقتلهما همبابا وثور السماء، ثم وفاة إنكيدو وحزن جلجمش عليه، وبحثه عن أوتنابشتم وقطعه المسافات الطويلة والمغامرات الكثيرة، وبخه الرجل على تركه لكل ما كان لديه من حياة طيبة في مقابل مغامرة مضنية. نظر جلجمش إلى الرجل فشعر أنه هو أوتنابشتم، أنه هو الرجل الذي كان يبحث عنه، فهدده بأنه سوف يصارعه من أجل السر، سر الحياة. حينها بدأ أوتنابشتم بسرد قصته على جلجمش. عاش أوتنابشتم في مدينة شوروبا
القريبة من الفرات. كانت المدينة قديمة وكانت الآلهة تعيش فيها، ولكن الناس أصبحوا أشرارا فيها، فغضبت الآلهة لشرورهم، ولذا قررت أن تغرق الأرض بمطر عظيم لمحوهم جميعا. فأخفوا سر الفيضان عنهم وحلفوا أن لا يطلعوا أحدا على الخطة. إيا آلهة الحكمة لم تخبر أحدا من الناس، ولكنها كانت ذكية، فقد تحدثت مع سياج منزل إتنافشتم حتى يسمعها هو بطريقة غير مباشرة. طلبت من السياج أن يحذره من الفيضان، وأن يأمره بصناعة سفينة كبيرة، وأن يترك كل ممتلكاته. فنفذ إتنافشتم أوامرها، وسألها ما عساه أن يخبر الناس حينما يكتشفون بأنه يجهز سفينة. فردت عليه بأن يخبرهم أن الآلهة غاضبة عليه، وهم الذين طلبوا منه الخروج من المدينة. قام أهل المدينة بمساعدة إتنافشتم بصناعة سفينة كبيرة إلى أن اكتملت، ثم أنزلوها في النهر بجهد كبير، فجمع الحيوانات كلها. بعد ذلك بدأت الآلهة بإنزال العواصف والرعد والبرق والمطر، وأصبحت السماء مظلمة وهطلت الأمطار وفاضت الأرض. حاول الناس الهروب ولكنهم ماتوا جميعا، وحتى الآلهة خافت خوفا شديدا من هول المشهد، فتوجهت إلى السماء وحزنت مما فعلت، وندمت على فعلتها، وبكت على موت البشر. بقيت العواصف والأمطار تنهطل لسبعة أيام، ثم هدأت الرياح بعد ذلك، وهدأت معها المياه، وظهرت الشمس مرة أخرى. بحث إتنافشتم عن أرض لينزل السفينة عليها، ولكنه لم يجدها، وبعد إبحار وجد جبلا فأرسى السفينة عليه، وبقي على الجبل لسبعة أيام، فبعث بحمامة، فإن عادت فذلك يعني أن الماء لا يزال يغطي الأرض، وأنها لم تجد أرضا لتستقر عليه، وإذا بها تعود مرة أخرى. ثم أرسل طائر السنونو وهو أيضا عاد، وبعد ذلك أرسل غرابا فطار بعيدا ولم يعد مرة أخرى. فعلم أن الأرض ابتلعت الماء، فذبح أضحية للآلهة، وأعجبت الآلهة بالذبيحة وأتت إليه للمشاركة في الوليمة. غضبت الآلهة لاكتشافهم أن أشخاصا نجوا من الفيضان، كان من المفروض أن يموت الجميع، وعلموا أن إيا كانت هي السبب في كشف السر، ولكنها سبقتهم ووبخت الآلهة لفعلهم المشيء، فكيف لهم أن يمحوا البشر كلهم؟ فلماذا لم يزلوا العذاب على المستحق فقط؟ ولماذا لم يرحموا غير المستحق؟ لماذا لم يرسلوا الأسود أو الذئاب لأكل المذنب؟ لماذا لم يصيبوا المذنبين فقط بمجاعة تقضي عليهم؟ ربما كان توبيخها دفاعا عن موقفها لحماية إتنافشتم من الفيضان. ثم طلبت منهم أن يقرروا ما سيفعلوه به هو وزوجته، فقررت الآلهة أن يعطوهما الحياة الخالدة ليصبحا كالآلهة، وقرروا أن يبعدوهما عن باقي البشر ونقلوهما بعيدا. بعد أن سرد إتنافشتم قصته على جلجمش، سأله من الآلهة سيدافع عنه، من سيعطيه الحياة الخالدة. ثم بعد ذلك أراد إتنافشتم أن يختبر جلجمش ليرى إن كان يستطيع أن يبقى يقظا لمدة ستة أيام وسبعة ليال كما كان هو في السفينة كل تلك المدة، ولكن بمجرد جلوس جلجمش على الأرض فإذا بالنعاس يتغلب عليه، فلم يستطع أن يقاوم ونام. طلبت زوجة إتنافشتم منه أن يفيقه من النوم ليرجع إلى بلده، ولكنه رفض، وأخبرها أن فعل ذلك لن يصدق جلجمش أنه نام، فقرر أن يدعه ينام إلى أن يفيق بنفسه حتى يثبت له أنه نام فعلا. طلب إتنافشتم من زوجته أن تصنع له خبز لكل يوم يمر على جلجمش وهو نائم، وأن تضع الخبز بجانب رأسه. مع مرور كل يوم من الأيام كان الخبز يتعفن، وكل مستوى من التعفن سيدل على المدة التي نام فيها جلجمش. وفي اليوم السابع كانت الخبزة الأولى متعفنة كثيرا، والخبزة الأخيرة كانت طازجة. أفاق جلجمش، فسأله إتنافشتم عن المدة التي لبثها في النوم، فرد عليه جلجمش أنه أغلق عينيه للحظة بسيطة حتى أفاقه. لم يكن ليصدق جلجمش أنه نام طويلا حتى أراه إتنافشتم الخبز على مدى الأيام السابقة، كل
بدرجة عفنه بحسب عدد الأيام. بعد ذلك طلب إتنابشتم من أورشنابي رجاع جلجمش من حيث أتى، وطلب من أورشنابي ألا يعود بعد أن كشف مكانه. فأخذ إتنابشتم جلجمش وفي الطريق أخبره عن سر نبات الآلهة، وهو النبات الذي يعطي الشخص الحياة الخالدة. المشكلة كانت تكمن في أن النبات هذا هو في عمق البحر وعليه أشواك كثيرة، من يقدر أن يمسك به؟ رغم شوكه سيمتلك الحياة الخالدة. ربط جلجمش أحجارا ثقيلة برجليه وغاص في البحر وبحث عن النبتة فوجدها، وأمسك بها رغم أشواكها وأخرجها من الماء، ثم قرر أن يعود بها إلى المدينة ليفتخر بها أمام الملأ، ثم ليأكلها أمامهم ليصبح شابا مرة أخرى، سيحيا إلى الأبد. ولكنه أثناء العودة ذهب ليسبح في الماء، وإذا بثعبان يشتم رائحة النبتة، فأتى لها وأخذها وزحف بعيدا عنها وترك خلفه جلده القديم. حينما عاد جلجمش واكتشف أن النبتة أخذت، بكى كثيرا ووبخ نفسه وتحسر على الجهد الكبير الذي بذله من أجل الحياة، ورجع إلى المدينة خالي اليدين. هذه كانت قصة جلجمش، وإن كان هناك يعني بقية للوحة 12، إلا أنه لا يرتبط بتسلسل هذه القصة. القصة الأخيرة تذهب لرحلة غريبة لجلجمش وإنكيدو خارجة عن نطاق التسلسل مالها. عموما أنا أعتذر في بالنسبة لسردي لهذه القصة، هي مختصرة وفيها حوارات كثيرة، أنا أزلت الحوارات حتى أختصر القصة، وإلا تحتاج إلى عدة حلقات لسردها. وأيضا هناك تكرارات كثيرة في القصة، يعني تجد أن مثلا إنكيدو يكرر القصة، جلجمش يكرر قصة إنكيدو عدة مرات في كل مراحل رحلته ومقابلة للأشخاص، كان يكرر القصة مالته. وأحيانا أيضا كان يعني هناك غرائب في الحديث، يعني القصة قديمة لا تسوون 4000 سنة كثير، فهناك أسلوب القصة نفسها نوع ما غريب، لكن لا تزال فيها ولا يزال فيها ذلك الجمال. عموما هذا هو كان مجمل قصة جلجمش، وأرجو أن تكونوا قد أعجبتم بها. أنا شخصيا أعجبت بها، وأتصور أن الكثير منكم سيعجب فيها، خصوصا أن فيها ملامح كثيرة لأشياء أنتم تعرفونها.